الصورة هذه بالجو عن يجي أي واحد ياخذ له شارع رصيف يسوي جراج. هاي الظاهرة برأيك اللي يوقف وراها إصابات لو وزارة النقل؟ شو وزارة النقل؟ تقدر تمنحها وزارة النقل بس أنا من أجل وأنا أعطيهم ممنون طبعا، أعطيهم وأنا سعيد. ليش؟ لأنه إذا ما أعطيتهم يشخطون سيارتي، إذا ما أعطيتهم من يوقف وراها العصابات؟ وزارة النقل، لأنه واجبها. جراجات يفترض اكو جهتين عندنا بهذا، الداخليه تطبق والنقل تتابع. النقل تخبر الوزاره الداخليه بالتنفيذ، ما اعتقد اجى امر الداخليه ما نفذته. مو بس هنا بكل المحافظات. طيب كلها اكو اراضي الجراج الحكومي اللي موارده للدوله يغلق او تقلل موارده. طيب ويذهبون لهذه الجراجات. اروح للجامعات الاهليه، شباب عرضونا صوره الجامعات الاهليه. أراضي الجامعات الأهلية وسط بغداد هواء جامعات، هاي شوفها الجامعات أملاك حزبية لو استثمار علمي، بعضها هو شوف استثمار وحالة صحية، بس أغلب جهاتنا السياسية اليوم عندهم جامعات أغلبهم. يعني أنا أنتمي لسن جهة سياسية ما أخذ جامعتين ثلاثة لأن بها أرباح هائلة وماكو حساب. طيب حتى الجانب العلمي بدأ يضرب في هذه الجامعة. إلى المولات التجارية، شباب عرضونا المولات التجارية صورها بصورة عامة، هل هي واجهة لبغداد أم واجهة لمن؟ والله مواجهة للفساد، يعني مول المنصور 750 يمكن 1000 بالشهر أول ما أخذ، وهسه يمكن زايدينها شوية. أيه. وكل المولات هيك شيء. أنا بسوانزي مدينة سوانزي بفترة رحت بجامعة سوانزي، المول 10 كيلوات على مركز المدينة وبنص بستان وساحات من أربع يعني تحيط بي تحيطه وتجي تاخذ تشعر بنفسك أنت بجنة. إحنا هنا مول المنصور صفه مول ورا مول بعد مول ورا مول، والبيوت الخلفه مال المنصور صارت كلها بيوت سكن لهؤلاء العاملين. طيب جريمه بحق بغداد، جريمه بحق بغداد انه هاي المولات تملا بغداد. باقل من دقيقه